راح نحط هلا اربع خطوط وهميه هون تمثل، هاي راح تمثل النقطه الاولى، وخلينا نقول هاي بتمثل النقطه الثانيه، وهاي الثالثه، وهاي الرابعه. واذا متذكرين مين السويتش اللي اشتغل بالاول او اللي كان شغال بالاول؟ اللي هون اس 3 مضبوط، بعدين هون مين اشتغل؟ والاكستنشن شغل اس 2، وبعدين هذا عمل اس 3 شغل اس 4، وهذا شغل اس 1 مضبوط؟ فالسيكونس عندي راح يكون راح يصير شيء هون هون اس 3 وهذا S2، يعني S3 يعني S3 صار on أو trigger. ها بعدين عندي هون S4 وهون S1. هلا راح نحطه على هذا الدايجرام، راح نقول DCV1 مين اللي شغال فيه؟ Y1 active ولا Y2؟ متذكرين كان Y1 على هاي الجهة و Y2 على هاي الجهة. في البداية كان هو في وضعية Y2 مضبوط، ولما اشتغل سويتش S3 خلاه ينتقل. نحط هذول بالاحمر. وين الاحمر؟ ما لقيت احمر؟ لا ما لقيت. في ازرق احمر. طيب خلص مش مشكله. نحطهم بالازرق هذول. فعندي هون هذا كان شغال واي 2، ولما اس 3 اشتغل شو عمل؟ شغل هلا ضل شغال واي 1. هلا لما اشتغل واي 1 ايش عمل بسلندر 1؟ شو بده يعمل؟ بده يعمل اكستند. فسلندر 1 نفترض انه كان ريتراكتد هون، بده يعمل اكستند. لما خلص الاكستنشن تبعته سلندر 1 مين شغل؟ اس 2. اس 2 هي اس 2 ورح يضل هلا بالوضعيه هاي. اوكي، اذا هاي فولي اكستندد وهاي فولي ريتراكتد. شو بتلاحظوا مباشر على شغل السويتش او الكويل وشغل السلندر؟ هذا هون انستنتينيوس، او احنا اعتبرناه انستنتينيوس، راح ياخذ وقت طويل، بس هذا الدوات حتى الفلويد يعمل فلوينج وينتقل من جهه لجهه، فاخذوا هذا الوقت. تفضل هون هلا لما ضرب اس 2 اشتغل اس 2 شو شغل؟ بده يشغل هلا السلندر S2 لما اشتغل شغل Y3، وكان بالاول شغال Y4 راح يشتغل Y3، فراح يصير عندي هون لهذا Y3، وراح نفترض بالاول كان Y4، وهذا لسه موجود لانه في هاي الوضعية. هلا اشتغل Y3، خلينا ننتبه، اذا اشتغل Y3 ايش راح يبدا يصير؟ سلندر الثاني راح يبدا يعمل اكستنشن. هلا لاحظوا لما يبدا يعمل اكستنشن مين راح يتغير وضعيته؟ اظن اس 3 بتاثر، كنا راسمينهم هناك. طيب خلي هلا هاي هلا بنشوفها من هون. اشتغل اس 2 راح يبدا سلندر 2 يعمل اكستنشن لحد ما يوصل هون، واي 3 هون لحد النقطة هاي، وهذا بعدين راح يضل هون وهذا راح يضل هون. هلا لما سلندر 2 وصل اكستند مين راح يشغل؟ اس 4. هاي اس 4، واس 4 ايش راح يعمل؟ اس 4 راح يشغل واي 2. واي 2 فهون عند النقطة هذه اذا وين راح تصير واي 2؟ اس 4. هلا هو اذا بدنا نكون دقيقين واي 1 ضل في البوزيشن تبع واي 1، بس هو مش جاي كهرباء على فكرة. بعد النقطة هاي بطل زي السويتش راح، فراح احط انا هذا هون مقطع، بعدين راح يشتغل واي 2 مقطع لانه السويتش تحرك عن الواحد سنتيمتر تبعه، فواي 2 مش جاي كهرباء، بس هو ضل في هذاك البوزيشن تبع واي 2، فاهمين؟ اوكي؟ بس احنا قلنا مش مشكله، راح يضل بالبوزيشن تبعه حتى لو راحت هذا اشتغل هلا راح على واي 2. هلا لما اشتغل واي 2 ايش بعمل واي 2؟ واي 3 سلندر 2 ستارتس. هذا خلص هون اكستنشن واي 4، هلا اوبريتس واي 2، اشتغل واي 2، مين اللي راح يبدا يرجع هلا؟ سلندر 1. سلندر 1 راح يشغل هون اس 1، بعدين عندي نفس الشيء هلا هون راح احط انا خط مقطع،
لازم تكون تخلوه خط سوليد، خليه خط سوليد. معنى خط سوليد يعني انه هو في البوزيشن تبع واي 1، بس هو فعليا فيش كهرباء على واي 1 وفيش كهرباء على واي 2. اوكي، بعدين هلا لما يوصل السلندر واحد فولي ريتراكتد ريتراكتنج فولي 1 فولي ريتراكتد، ايش راح يشغل؟ سويتش اس 1 وسويتش اس 1 ايش راح يعمل؟ راح يشغل الكويل سلندر 2. اول شيء واي 4 راح يشغل الواي 4، فهذا راح ينزل من هون، يعني هون واي 4 جاي كهرباء. اوكي، الخط السوليد معناه واي 4 جاي كهرباء، وراح يضل. هلا هو فعليا مضطر انا ارسم اس 3 او بدي ارسمها هون، هي زي الشبره بتلفها زي الشبره بترجع. فهمي ايش يعني الشبره؟ لوب لوب. هاي نقطة البداية وهي نقطة النهاية، بس نقطة البداية والنهاية شو مالهم؟ فهذه النقطة الـ S3 هي نفسها الـ S3 هلا راح تصير عندي. وإذا بدك رد ترسمها هون، هاي هي نفس هاي، وبتصير هلا هذه من هون هلا S3. هلا ايش راح يعمل هذا؟ هذا X4 Y4 هيا هون، هذه ممكن اقطعها من هاي. اوكي، لان هذاك راح يبدا يتحرك، هيو هذا بس بدا هذا يتحرك من هون، راح يصير في عندي Y4، مش هاي Y4، هذه هون سوليد، هاي راح تكون نقطة من هاي. وبعدين عندي هلا هذا السلندر راح يضل مكان، راح يضل هذا هيك مكان، وبعدين راح يبدا يرد يطلع مرة ثانية، وهاي حتصير. نعم تفضل. بس هون السلندر 2 اول مرحلة لازم تكون فولي ريتراكت، مش هتعمل ريتراكت. وين هون ولا هون؟ لا هاي 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 فولي ريتراكت. لا هو هاي هي هديك اللي هناك. وين تايم زيرو؟ هي تايم زيرو. اوكي؟ هذا هيك. هيك مضبوط. انسي هلا هاي. ليش اشتغل S3؟ مين اللي خلى S3 يشتغل؟ S3 اشتغل لما صار هذا فولي ريتراكتد، يعني عند هاي اللحظة صار S3 فولي سلندر 2 فولي ريتراكتد. وهذا السيكونس بده يتكرر. هاي مضبوط كلامك، هذا هو رح يكون بوضعيته فولي ريتراكتد، بس هون وصل هو صار فولي ريتراكتد رح يضل مكان. اوكي ماشي؟ اظن هاي رح تصير هاي. ماشي، في اسئله؟ هلا بنتبهوا على الخط المقطع.